مشاهدينا متابعي قناة أوغاريت والقناة المحلية حلقة جديدة من برنامج وين نحن بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد. أهالي اللاذقية وعلاقتهم مع البحر علاقة خاصة، هنن ضيوفهم صيف شتاء نهار صبح ظهر ومساء. طبعا نحن حاليا متواجدين على الكورنيش الجنوبي، طبعا للكورنيش الجنوبية خصوصية خليني أقول عند أهالي اللاذقية مثل ما ذكرت، يمكن إذا بتجي بالصبح بكير بتشوف في زوار للبحر بهيدا الوقت، ظهر ومساء أكيد بيكون في زوار. طبعا اليوم نحن شوي الجو شتوي صاير تقريبا وهوا مثل ما نعم نشوف بكاميرا الزميل بشار قزق، ولكن مع هيك في رواد للكورنيش الجنوبي. وفي شغلة، حلقة اليوم من الكورنيش الجنوبي هي لصبية عم بتتابعنا على قناتنا على اليوتيوب، قناة أوغاريت على اليوتيوب. أكيد بنتوجه بالشكر لكل حدا عم بتابعنا سواء على اليوتيوب سواء بالبث المحلي أو على صفحات التواصل الاجتماعي على فيسبوك. طبعا الصبية على ما أذكر اسمها مريال محمود، أكيد نتشكرك مريال. طبعا مريال دائما بكل حلقة من حلقات برنامجنا بتكتب لنا تعليق كتير ظريف وكتير لطيف، تكتب لاذقيتي وبتحط قلوب، ما بعرف إذا هي هون أو هي برا البلد، ودائما بتكتب لنا بالتعليقات إن هي بدها يانا نصور لها على الكورنيش الجنوبي. هيدي الحلقة أكيد لكل متابعي وين نحن، وخاصة إلك مريال. خليكي معنا، خلوكم معنا بحلقة جديدة من برنامج وين نحن. طبعا هلا نحن رح نكون مع زوار الكورنيش الجنوبي، يعطيك العافية. الله يعافيك يا هلا. تعرف عليكي؟ أنا صيدلانية مرح. شرفنا، عم نشوفك هلا على الكورنيش الجنوبي وجايبت لنا معك شغلات. شهدوا والله هيدي ميلانه مشويه، بقى بكل موسم الميلانه على الكورنيش بشوها ودرا وشعر وهالقصص. يعني الكورنيش الجنوبي شو له خصوصيه عندك وعند اهالي اللاذقيه بشكل عام؟ هلا شو له خصوصيه عند اهالي اللاذقيه؟ كونه نحن بالساحل السوري، فيعني هو البحر هون كله، وعندي لانه انا هون ساكنه، فيعني مشان انا هيك بحبه. وبالنهايه يعني بذكرنا بايام زمان لما كنا نجي لهون ونلعب ونقعد على البحر. شو كنتوا تلعبوا هون ايام ما كنتوا صغار؟ شو كنا نلعب؟ كان في هون مدينه ملاهي بس سكروها. هون كان في مدينه ملاهي، ما ذاكره انا مدينه ملاهي تقريبا من شي 13 سنه 14 سنه سكروها. وكانوا كمان من زمان في هون كراسي والعشب اذا بتتذكريهم، بعدين شالوهم وعملوا مطاعم. قعدة شعبية هون أكثر. كانت قعدة شعبية أكثر، ولهلأ في ناس بتجي بتسبح تحت بالبحر، وفي هنيك صخرة الانتحار، مرة واحد بيحب وحدة إجا انتحر هنيك لأنه قال ما جوزوها للشاب. سمعان تلها القصة بس حقيقية القصة؟ بلا حقيقية، فوقف هنيك وزد حاله، مشان هيك سموها يعني صخرة الانتحار. تمام، ومين جاي اليوم؟ والله جاي أنا ورفقاتي. شو موضوع عند رفقاتك؟ شو كنت عم تحكي لنا اليوم تحت الهواء؟ كنت عم بحكي لك انه هنا ما بدهم ينزلوا لانهم بيخجلوا، ونحن يعني كل يوم عنا بهيدا الوقت بنجي بنصف السياره بناكل او بنشرب قهوه وبنتفرج على البحر، لو بنحط اغاني كمان يعني مشان عم تسمعوا هلا. والله كنا عم نسمع تبعيد سعد مجرد واليسا الاغنيه الجديده. أيوة. حبيتيها؟ ايه كثير حبيتها. يعطيك العافيه وشكرا لك، وكمان شكرا لرفقاتك. باي. يعطيك العافية، شكرا. طبعا متابعين جولتنا بالكورنيش الجنوبي، يعطيك العافية. فينا نتطفل عليكي؟ عم تسمعي اغاني؟ ايه والله عم فيني دادش معك شوي؟ هيك حالة خاصة انتي عملتيها لحالك، شايفينك لحالك. يومي بيجي لهون كتير بحب المنظر الطبيعي هون، البحر كتير بيعطيني طاقة إيجابية. بتعرفي من الضغوطات والهموم اللي عم يصير عندنا نحن بالبيت وبالمجتمع بشكل عام، فالواحد هون كتير هيك بيرتاح. عجبتني الحالة، قاعدة لحالك، يعني ما كتير أشخاص يعني غير لحالي بصراحة، يعني ما بحب إنه دائما بيجي عن المنطقة منعزلة تماما عن الاجتماعات، بحب انه هيك يعني اكون لحالي دائما. كنت عم تسمعي اغنيه؟ نسبتي احر. حلوه الاغنيه. صوتك حلو؟ لا. قلتي لي دائما بتجي على الكورنيش هون بشكل يومي بهيدا الوقت ام بتجي الصبح؟
لا بس بهالوقت هاد بفترة الصيفية بهالوقت هاد قبل أذان المغرب، فترة الشتاء لا فترة الصبحيات يعني هيك مشان الجو بتعرفي. يعني حضرتك شو بتشتغلي؟ هلا أنا مدرسة. معك حق تجي تسترخي على البحر من الضغوطات اللي عنا أيام المدرسة أكيد. الأولاد كل النهار صعب من هون من اللاذقية. أي نعم. يعطيكي ألف عافية وإن شاء الله يا رب بتكون أيامك كلها سعادة وهنا. الله يا ربي. الله يسلم يا رب وصحة على القهوة. الله يسلمك تواخذينا. شكرا شكرا. مرحبا. يا أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. مرحبا. يا هلا يا هلا. تعرف عليك؟ أحمد طلايس من بعلبك. جاي من لبنان؟ من لبنان. أهلا وسهلا. إمتى وصلتوا؟ والله اليوم الظهريات. كن رفقاء قريبين هون أم جايين هيك زيارة؟ لا والله كل نهار أحد بيجي بنام هون للتنايا بتمشى هون على الكورنيش. كيف شايفين الكورنيش هون؟ لا والله ممتاز هون عندكن البحر نظيف نظيف. هلا كنت قاعد هونيك بالمطعم عم بتطلع كثير نظيف البحر. خرج سباحة؟ والله خرج سباحة أنظف من اللي عنا واحد يحكي مزبوطين. دائما كل يوم احد بتجي عندك شغل هون؟ يعني تقريبا احد ايه احد لا بالمبدا كل نهار احد هون. يعطيك الف عافيه واهلا وسهلا فيك. كيف شفت دائما بتجي لهون؟ شو لك ذكريات مع الكورنيش الجنوبي هون؟ والله هلا كذكريات هون السباحه وما سباحه لا تعاد. سبحان بس هلا ساقعه ما فيني اسبح. كانه السنه تاخرت الصيفيه شوي. الدنيا مقلوبه. صار الشتاء صيف وصيف شتاء. ما وقفت على البحر كمان. يعطيك العافية. الله يعافيك. كمان جاي من لبنان؟ اي والله. كل احد كمان ها؟ انا سات اللي بيجيبني هو معه انا بشتغل معه. الله يعطيك الف عافية واهلا وسهلا فيكم. كيف شفت لنا الكورنيش الجنوبي؟ والله غير شكل الكورنيش الجنوبي ما في اجمل منه. في شبه بين الجغرافيا هون والجغرافيا بلبنان؟ لك هي الجغرافيا منيحة بس الشاط هون اقرب للبحر عشان هيك هو احلى بيتمشى الواحد بحس البحر حده يعني مثل كأنه عم يمشي على وجه المي. لبنان ما هيك الوضع؟ في لا في مسافه بين الكورنيش والبحر، هون بحس حاله مش على المي الدغري. ما هلا هيدي الفترة أحلى فترة، ساعة ما بتكونش مشوبي خصوصي إنه أنا بحبش أتسبح كثير، خرجت تمشي غير شكل يعني. ولسه ما بلشت الرطوبة، يعني مش شكلها. هلا أحلى وقت للتمشي على الكورنيش يعني. بعلبك كيف وضع الجو فيها؟ لا بعلبك عندنا نحن شاوب، وعدينا يجيبوا لنا بحر بس ما في بحر لهلا. اللاذقية وزوار مدينة اللاذقية من كل الأعمار الكورنيش الجنوبي بيكون مقصد للسياحة. خلونا نتعرف على المجموعة الشبابية طبعا هنون من جامعة تشرين مو. يعطيكم العافية. العافيك يا هلا. عارفين على حضرتك شهد المغوش. شو عم تدرسي؟ كلية تمريض. ما شاء الله إن شاء الله موفقة يا رب. أنت شو اسمك؟ هيا المغوش. كمان تمريض؟ لا كلية فنون جميلة. أختم. أنت شو اسمك؟ شذا. تمريض ولا فنون جميلة؟ سامورة. تشكيلة. حسام. هندسة عمارة. هندسة عمارة. هاي كيف انتو حتى مجتمعين كلكم مع بعض؟ حابين نطلع سوا. حابين نطلع. اه. من ايام البكالوريا يعني؟ جايين من وين؟ رح يجاوب؟ السويد. كلكم من السويد. ايه السويد. تمام. ودائما بتجوا على الكورنيش الجنوبي؟ معلوم هو هون المكان مناسب لنا. شو أكتر شيء بميز الكورنيش الجنوبي؟ بالنسبة إليك خلينا نبلش. شو أكتر شيء بميزه؟ مواساتنا الوحيدي. طيب شو عم بتعاني ليه؟ طيب مواساتنا الحياة اللي هيك يعني جامعية صعبة بتعرفي؟ تمريض صعب؟ لا بالعكس أنا شو الحياة الجامعية؟ هيك يعني إنه هون بالله حاضرة بعيدة عن أهلك مثلا؟ أيوة تماما. معك أختك؟ عمتي هلق انا جاي جديده انا دارسه بالسويدة فجاي جديده هيك يعني جاي زياره عم بتعرف على البلد وهيك. كيف شفتينا اللاذقيه بهالزياره؟ بتجنن ولا احلى من هيك. حبيتيها كثير. الكورنيش اكثر شيء حبيتي فيه؟ كل شيء. كل شيء فيه حلو. قولي بقى عن الحياه الجامعيه كيف هيك علاقتكم مع بعض؟ هلا كلنا مع بعض اكيد. هي صعبه يعني بس فيها شغلات حلوه اكيد يعني. أهل شيء ذكرى رح تضل براسك من هون لتتخرجي وبعد ما تتخرجي. كل يعني كل شيء ذكريات حلوة. إيه رفقة كلنا سوا يعني. طيب شو رأيك كيف الكورنيش اليوم؟ كثير منيح. حلو.
الجو حلو اليوم. بتعملوا نشاطات هون على الكورنيش؟ تتمشوا؟ تاكلوا درع؟ تمام نشرب قهوة. أهم شيء. بقول فيها أغلب النشاطات. مثلا شو عم تعملوا؟ نشرب قهوة. مين فيكم صوته حلو؟ هيك حسيت. لا عن جد مو صوتي حلو لا. حدا هيك حسيت. حسيت لازم يكون صوت حدا فيكم حلو ما بعرف ليه. كلكم صوتكم حلو؟ ما حسام حلو لا أنا إلا ولا غني عارف. على شو بتعزف؟ على العود. جايب العود معك. والله يا ريت لو عارف. أنا رح أجيب معنا اليوم. ليه ما جبتوا معكم؟ نعزف نيل. حظي سيء أنا. يلا. مرة رح تجوا مرة ثانية؟ أكيد نقولي مش هنجي نعمل مقابلة. بس تجوا علموني. خلص ماشي أوكي يلا أعطيكم العافية. الله يعافيك. شكرا لك. موافقين. مرحبا. كيفك؟ منيح. شو اسمك انت؟ سالم سوادي. اسمك سالم؟ صف شو يا سالم؟ فئة ثالثة. فئة ثالثة؟ اه بالروضة معناها انت. يا معناها اكيد حافظ شغلنية. شو بدك انت كمان؟ شو اسمك انت؟ بدك المايك؟ خدي. شو اسمك؟ نورة. شفت الاسامي يا نورة؟ قولي له باي لعمه. قولي له باي. سالم حافظ غنية؟ طب سالم بتحب البحر؟ بتحب السباحة؟ دائما بتجي مع الماما لهون؟ ما دائما بتجي؟ مبسوط انت هون؟ قلنا الماما يسلم. يسلم. بوسها الماما انا جابتك لهون. يعطيك العافية. أهلين أهلا وسهلا. يخلي لك يا الله يخليك يا رب. تسلمي. طبعا نحن عم نشوفك هلا على الكورنيش الجنوبي. شو له خصوصية الكورنيش الجنوبي؟ هلا هو كونه نحن ساكنين بالشام وهيك فأول شيء بنفكر إنه نجي لهون. يعني جايين زيارة. جايين زيارة وبكرة مسافرين فلهيك كتير حبينا إنه نجيب الأولاد يتفرجوا على البحر. يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا شرفتونا دائما. يا رب كلك ذوق. شكرا كثير. من اللاذقية وأم من اللاذقية بس ساكنين بالشام. أكيد كان لكم ذكريات من قبل مع الكورنيش. أيام أكثر شيء. بس أيام الخطبة صار بدها كرسي. أيام الخطبة أكثر شيء يعني معظم أوقاتنا كنا نقضيها هون على الكورنيش فكتير يعني إله خصوصية عنا فهلأ قاعدين وعم نتذكر هاي التفاصيل. كأنك شيء ذكرى فينك تخبرينا إياها. هلا بتذكر مره اصرينا نجي وكان في مطر بتذكر كان في عاصفه بس اصرينا نجي يعني اصرينا نجي ونقعد هون بتذكر يعني لحد هلا كان كثير قاعده حلوه. يعطيكم كنتوا لحالكم؟ كنا لحالنا وقتها ايه كنت انا وقتها عسكري وما معي غير ال 24 ساعه فاصرينا نجي نقعد هون تحت المطر وشفتها يومتها ورجعت على دوامي بالشام. خليكم لبعض ويعطيكم الف عافيه وموفقين. الله يخليك يا رب. شكرا نورة. الله يسلمك نورة. كيفك؟ نيحة؟ إيه. إلو باي. سالم قررت تغني لنا شي غنية؟ يلا غني لنا. دقي دقي يا طوبول اسمعي ماذا أقول في الفصل أربع فصول الشتاء والربيع الصيف والخريف. كنت عند التاتا؟ شو بدنا للتاتا؟ إلا شغلة هيك رسالة. منيحة التاتا. وانت قال لها رسالة إلا أنك بتحبها أو رح تشتاق لها. بحبها. إلا رح تحبها على التلفزيون. بحب التلفزيون. يلا قال لها باي. تعال نحكي عن ذكرياتك مع الكورنيش الجنوبي، قعداتك مع الأهالي، مع الأصدقاء. الكورنيش الجنوبي إلا طبعاً له ذكريات قديمة. يعني هذا هو شاط انا بعرفه من زمان اسا قبل ما يصير في الردم فوق في عنا كان هون يكون في الردم ايه لكن فوق هالطريق هذا هون كان في كوشات. كوشات طبعا ما حدا بيعرفهم الا اهل اللاذقية عباره عن يعني حفر صغيره كانوا يصنعوا الكلس. الكلس الحي يعني ما كان في تعرفوا الكلس الحي كان يستعمل احيانا للمربيات واحيانا يستعمل للطرش الحيطان. هون كان باللاذقية الكوشات هون الأيام زمان وكانت هون الفلايك تجي هون الفلايك تصيد السمك كان بهالمناطق هيدي
كان الزوار تجي مثل كأني أهل المنطقة بهي كانوا يجون هون، كان في مصاطب خضراء وكان في شغلات حلوة كثير، وبراك مي كانت هون كلياتها براك مي، يجي السمك الأولاد يلعبوا هون بهالسمكات هيك. راحت هديك، بس الحمد لله عم حافظ على شيء لهلا. هذه هي. الله يطول بعمرك ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. دائما هي القعدة المسا هون هيك ممتازة. طبعا هدي إذا واحد بده يريح من ضغوط الحياة بس يجي يتفرج على البحر، يجي يتفرج على البحر وحركة الموج، الانسياب الموجة، تلاقي المخ بيرتاح، ترتاح النفوس. هيك ميزة لأهالي اللادية. هن أهل اللادية دائما تلاقيهم بسيطين ومرتاحين، هذا البحر لعب دور مليح. عكس على الشخصية. شفنا ذكريات أهالي اللاذقية وزوار اللاذقية مع مدينة اللاذقية. طبعاً نحن مقبلين على فصل صيف، لهيك لازم نشوف استعدادات خلينا نقول المقاهي الشعبية على الكورنيش الجنوبي لفصل الصيف. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يعطيك ألف عافية والله يهنيك يعني هالقعدة. الله يحفظك يا رب، ونحن مبسوطين كثير بحضوركم. أهلا وسهلا فيك. طبعا بالبدايه احكي لنا عن خصوصيه الكورنيش الجنوبي بالنسبه لك. الكورنيش الجنوبي كثير رائع جدا وحلو جدا، والهواء هون رائع مثل ما شايفين البحر، حتى الصيادين نحن بننبسط فيهم وقت اللي بيصطادوا بيشيلوا سمك، نحن بننبسط عنه لانه هي علاقه. هي متعه، حتى بيجوا بيقعدوا عنا بيطلبوا مي بيطلبوا كذا من دون مقابل اي شيء، لانه بشكل يومي بنشوفهم نحن رفقات. انتوا والبحر وهن. طبعا ايه، وطبعا حتى في رحال ما بتجي على المطاعم اللي بتعرفي أسعار بيكون عالية، هون أسعار بسيطة كتير كتير بيجوا بيقصدونا. نحكي عن تحضيراتكم لاستقبال فصل الصيف. طبعا فصل الصيف دائما معروف بيزلوا بيجوا بيسبحوا هون يمكن، وحتى على العصر يمكن بيجوا بيتسلوا. طبعا نحن عملنا هون تحضيرات مشلح كشباب أو نساء بدها هاي، وطبعا حمامات بسيطة طبعا يعني ما أعمار، هي طبعا شوادر وكذا بسيطة. يعطيك العافية. كيفك؟ عم نشوفك هون على الكورنيش الجنوبي عم بتصيد سمك. اي والله من كم سنة؟ والله صار لي شيء 20 سنة هون. 20 سنة عم تشتغل ها؟ ايه. معناها عن لك علاقة مع البحر والكورنيش الجنوبي. اي والله. مثل كأني واحد ما فينه بلاها، مثل السمكة نحن، ما فينا نطلع برات المنطقة هون على البحر. ما فينا، حياتنا كلياتنا هون على البحر، نحن متعودين، أهل الساحل متعودين. صيف، شتاء، كل الأوقات. بكل الأوقات، أيمت ما جيتوا بتلاقوني أنا هون بالذات، أنا بتلاقوني على البحر هون. كيف الصيد اليوم؟ والله اليوم ما في شيء، بس هونش. اليوم ما في سمك، بس أحيانا بيلتقى سمك. رزقة من عند رب العالمين. الموج بيكون في سمك؟ أحيانا بيلتقى. بس لما بيبلش بحر يطلع هيك اول ما بدايه البحر ما بتاكل السمكه، بتمنى بتخاف وبتهرب لجوا. تذكر كيف كان شكل الكورنيش من قبل؟ لكان احكي لي. كان هون كلياته ما في كورنيش، كنا نجي من بدايته كانت عند الجامع، ومن هنيك نجي مشي لهون. كان هون كله طريق اشاء، نجي نصيد لهون، نجي مشي لهون. كان هذا الكورنيش ما مكمل، لسه الجسر الثاني ما كان خالص. من هذيك الايام كنا نجي لهون للمنطقه هذي. لهلا لهلا. والسمك صبر، ما عم اتعلم الصبر. انا كثير بالك طويل، بالك طويل هلا. ليك صرنا هلا 7 ساعات ما اخذنا ولا سمكه، في حدا بيطول باله 7 ساعات ما ياخذ سمك؟ كان روح على البيت مال صح. نحن حياتنا هيك متعودين. يعطيك الف عافيه. عافيك. شكرا لك. اهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. تعرف على حضرتك بالبداية؟ عدي سلمان من هالمحافظة، محافظة اللاذقية. الف عافية. حكينا عن الكورنيش الجنوبي. الكورنيش الجنوبي هون كورنيش شعبي، صاير قهوات شعبية
بتجي العالم بتصيف هون بتشوف منظر البحر مختلف محافظات سوريا بيجوا لعنا من حما من السويدة من درعا من دير الزور بيجوا بيصيفوا هون بيتسبحوا بيقعدوا قهوة شعبية يعني اراقي ليك شيء بسيط الله يعني. أنت شو كان لك ذكريات مع الكورنيش الجنوبي؟ والله أنا ذكرياتهم بالصيد للصراحة أكتر شيء وبالشغل هون بتشتغل صيد؟ بالصيد البحر لهلا والله تركتها يعني شوي جسم بيتعب بس هلا عم نشتغل بالقهوة هون يعطيك ألف عافية فيك يا رب كيف التحضيرات لفصل الصيف؟ التحضيرات يعني بلشنا فيها مثل ما شايف ركبنا الخيام والكراسي هيك بقى هسه الموسم لحتى يبلش هلا حتى الجو ما تمام لحتى يشد الشوب يعني شوي يعني هلا بيضل الشغل ربيعي خفيف شوي بس هلا عم نشوف الجو ما انه تمام لا شوي متقلب بالليل برد بس يعني في عالم بتضل مشتاقه للبحر بتحب تجي على البحر تشوف ان كان برد ولا مطر بتعشق هالاجواء يعني يعطيك العافيه الله يعافيك يا تعرف على حضرتك اسمي مالك محسن منى اللاذقيه هون عن ذكرياتك مع الكورنيش الجنوبي؟ والله ذكريات حلوة يعني مقضيها سباحة وشغل الحمد لله رب العالمين يعني والجو كتير حلو يعني أنا ما فيني بلا الكورنيش دقيقة وما فيني إذا ما يعني إذا بالشتاء بتسبح أنا ما عندي مشكلة بالشتاء بتسبحان؟ إيه والله لكان الحمد لله ما فيني أنا بلا البحر يعني قصة عشق لا تنتهي جورج وسوق إيه والله يعطيك العافية هلا عم نشوفك هون على الكورنيش الجنوبي تمام بتجي لهون؟ لا والله قليل زيارة يعني وين جاي؟ جاي من الغاو أهلا وسهلا احكي لنا كيف شايف الكورنيش الجنوبي هون؟ جنني اليوم الجو كثير حلو انه هوا هلا هوا بس انه ريحة البحر واحد بيشتاق بالصيف في البداية تمام جايين زيارة عند القرايبين؟ تمام بيت اختي هون نجلاهم مشوار على الكورنيش ألف عافية ألف عافية متى اما بتجي على اللاذقيه اول مره بتجي على الكورنيش هلا مو اول مره بس قليل ايه اللي زمان ما اجي اللي زمان ما اجي شو اكثر شيء لفت نظرك هون بالكورنيش اكثر شيء بصراحه انه بده شغل كان سابقا اكثر احسن من هيك هلا المفروض هون المحافظه تعب عليه اكثر هيك خصوصا جاي على موسم سياحه وصيف بده شغل مواصلات كيف لهون موت يا تكاسي يا اما المواصلات العامه كمان كثير صعبه بنذكر انه اهميه انه يكون في عند بالفعل نقل داخلي عم بيكون فيه بس احيانا كثير بيطول النقل الداخلي مثل ما ذكر يعني كثير زحمه كله بيتحجج بالمحروقات ازمه محروقات ما في موظف يعطيك العافيه رايح من الكورنيش هلا اجي والله طالع هلا طالع كيف كان جو الكورنيش اليوم ما في احلى منه والله في احلام الصيفيه وجو الصيفيه والاجواء الحلوه دائما بنجي لهون اي والله تقريبا كل يومين ثلاثه في لك ذكريات مع الكورنيش الجنوبي خلينا نقول طبعا في احلام الذكريات اجباري في انها ذكريات حلوه هيك شيء ذكرى هلا ما في هلا الواحد هيك حاسبها تمام مدام شو كيفك تمام الحمد لله الف عافيه عافيك يا رب تسلم الجو هون على الكورنيش الجنوبي كثير الاجواء حلوه واليوم هيك الطقس حلو ماطر لذيذ ربيع يعني ذكرياتك مع الكورنيش الجنوبي في ذكريات حلوه كثير كثير دائما يعني وجو اللاذقية حلو ما في احلى منه يا الف عافيه يا رب يعطيك العافيه الله يعافيك شو اسمك يا صف سادس كيف هلا تمام الحمد لله هيك جاي قبل الامتحان لأربع الامتحانات ان شاء الله موفق يا رب يعطيكم الف عافيه موافقين شكرا باي طبعا الدرع بانواعها المسلوقه والمشويه بالاضافه للبوشار والفول يكونوا مرافقين لاهالي اللاذقيه بجولتهم على الكورنيش الجنوبي واللي بيميز الكورنيش الجنوبي انه بالعديد من الباعة اللي عندهم خبرة بهيدي النوع من المأكولات طبعا هون رح نكون نحن مع احد الباعة يعطيك العافية الله يعافي قلبك كم سنة فاتحين هون والله اللي تقريبا شي 15 سنة يعطيك الف عافية الله يعافي قلبك طبعا عم نشوفك درب بانواعه اكيد
هي بتكون مرافقة لأهالي اللاذقية بمشوارهم على الكورنيش الجنوبي. أكيد. يعني الكورنيش تو مشهور اليوم بالذرة، بالفول، بالترموس، بهيك مواضيع يعني. هي أكلات الكورنيش يعني معروفة. شايفينك هون على الكورنيش الجنوبي؟ ايه. بتحبي تجي لهان؟ ايه كتير. ليش بتحبي تجي لهان؟ بلعب بالبسكليتة ولهون لأنه كمان هون بشتغل جدي بالفطاير، منه منشوفه منه بنلعب بالبسكليتة. من هون بشتغل بالفطاير؟ ايه. شو اسمك؟ روان. روان أي صف؟ سادس. سادس؟ امتحانات يوم الأربعاء؟ ايه. كيف التحضير؟ تمام الحمد لله. بتلتهي أنتِ يعني؟ لا أبداً الحمد لله. جيك بتروقي شوي على الكورنيش؟ ايه. بتحبي البحر والسباحه؟ ايه كثير. يعني انت ناطره الصيفيه؟ لك. طيب ماشي الله يعطيكي الف عافيه. موافقه. تسلم يا رب. بتحبي الدرا اكثر ولا البوشار؟ اه. بتحبي الدرا ولا الفول؟ لا الدرا اكثر. مسلوقه ولا مشويه؟ لا مسلوقه. يلا صحة وهنا، يلا باي باي حبيبي. باي. لهون مثل ما شفنا بيكون صار الليل وما بقى فينا نصور ولا ننقل جمال وروعة وسحر الكورنيش الجنوبي. أكيد حلقة واحدة ما بتكفي، لهيك رح يكون لنا العديد من الحلقات لحتى نغطي هيدا السحر هيدا الجمال، بالإضافة لذكريات أهالي اللاذقية وزوار مدينة اللاذقيين. صديقتنا ميرال محمود، بنتمنى أن نكون نقلنا لك جزء ولو بسيط من الكورنيش الجنوبي، وإحدى من متابعي القناة سواء على اليوتيوب أو على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتليجرام، بحبوا نزور منطقة معينة بمدينة اللاذقية أو بريف المدينة، حابين يعرفوا معلومة صورة أو ذكرى ببالهم حابين يرجعوا يشوفوها مرة تانية، ياريت لو يكتبونا بالتعليقات. طبعا لهون بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج وين نحن. أكيد بدي أتشكر كل حدا تابعنا على قناة أوغاريت والقناة المحلية. إلى اللقاء.